اليمن هذه الأيام يموج بالأحداث التي تحتاج من وسائل الإعلام إظهارها. ميليشيات الحوثي وصالح التي تهدد حياة الصحفيين الذين يريدون نقل الصورة الواقعية من داخل البلاد جعلت عملهم صعبا. فقرة أنا أرى تعتمد على المواطنين الصحفيين الذين يرسلون لنا عبر تطبيق أنا أرى أبرز الفيديوهات والصور التي يلتقطونها. أغلب محافظات اليمن ومدنه لم تسلم من نيران الحوثي وصالح. الدمار طال الأبنية والمدارس والضحايا مدنيون. عدسة مختار الربيعي كما ذكر لنا تنقل حجم الدمار الذي ألحقته مدفعيات الحوثي بمتاجر وأبنية حي القطيع في كريتر بعدن. دقيقة